السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم راح أتكلم وياكم على آلية تسجيل المركبة لأول مرة. مثل ما تعرفون، تدخل المركبة لأول مرة عن طريق المنافذ الحدودية، يراجع صاحب المركبة المنافذ الحدودية والدوائر الجمركية، بعدها يزود بالمنافس الخاص بالمركبة. هذه أولى الخطوات. الخطوة اللي بعدها يراجع مواقع التسجيل في بغداد وبقية المحافظات، ويكون عند المنافس الخاص بالمركبة اللي أول مرة اللي يروم تسجيلها. كذلك نحتاج إلى المستمسكات الخاصة بالمواطن الأصلية والاستنساخ. وبعدها الخطوة بعد أن يراجع مواقع التسجيل، أولى اللي ما يحتاجه في مواقع التسجيل اللي هو وصول القرص الجمركي الخاص بالمركبة. يتم التأكد من أن القرص الجمركي اللي حاصل واللي بالمركبة يدخل إلى مواقع التسجيل، يتم ختم المعاملة بوصول القرص الجمركي والوجبة. وبعد أن يختم القرص الجمركي، يطالب المواطن أيضا بجلب المستمسكات الخاصة بسائق المركبة إضافة إلى المانيفيست الخاص بالمركبة. يطالب المواطن بختم المعاملة جمركيا في مواقع التسجيل، وبعدها يتم مرحلة التصوير والبصمة. مرحلة التصوير والبصمة يتطلب المانيفيست الخاص بالمركبة والمستمسكات المطلوبة لسائق المركبة المواطن، وتدقق المعاملة. بعدها أيضا راح يطالب المواطن يمنح المواطن وتطبع السنوية الخاصة بمركبته، كذلك تطبع لوحات المركبة. يزود المواطن بالرقم الخاص والسنوية الخاصة بالمركبة، ويسلم إلى المواطن في نفس اليوم صاحب المركبة السنوية الجديدة وأيضا اللوحات. تزود لوحات المركبة للمواطن كذلك السنوية. بعد هذه المرحلتين تسلم السنوية في نفس اليوم، وكذلك اللوحات الخاصة بالمركبة تطبع لأول مرة وتثبت في مواقع التسجيل. وصلنا وياكم نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم.